تحية طيبة مشاهدي الشرقية في كل مكان، وأهلا بكم إلى أخبار الفلك لهذا اليوم. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف 00971436720 مكرر 89 و 00971436720 مهيئة أمام حضراتكم للمشاركة أو تواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/أخبار الفلك باللغة العربية. فاصل ونواصل. ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج العقرب المائي حتى الساعة 6:13 من فجر الأحد، ليدخل بعد ذلك برج القوس الناري ويظل فيه حتى الساعة 8:04 من صباح الثلاثاء، ثم ينتقل إلى برج الجدي الترابي ويمكث فيه حتى الساعة 7:33 من صباح الخميس، ليدخل برج الدلو الهوائي ويبقى فيه حتى الساعة 6:45 من فجر السبت، ليكون بعد ذلك في برج الحوت المائي ويظل فيه حتى الساعة 7:55 من صباح الاثنين من الأسبوع المقبل. إذن هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى فجر الأحد في برج العقرب المائي، من فجر الأحد وحتى صباح الثلاثاء في برج القوس الناري، من صباح الثلاثاء وحتى صباح الخميس في برج الجدي الترابي، من صباح الخميس وحتى فجر السبت في برج الدلو الهوائي، ومن فجر السبت المقبل وحتى صباح الاثنين في برج الحوت المائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح مبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم السبت والتي بدأت من الساعة 4:55 مساء وتستمر حتى الساعة 6:13 من فجر الأحد، يوم الاثنين من الساعة 1:02 من بعد منتصف الليل وحتى الساعة 8:04 من صباح الثلاثاء، يوم الأربعاء من الساعة 7:47 مساء وحتى الساعة 7:33 من صباح الخميس، يوم الجمعة من الساعة 7:45 مساء وحتى الساعة 6:45 من فجر السبت. مشاهدينا الكرام أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة وهي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/أخبار الفلك باللغة العربية. وننتقل لأول مشاركة هاتفية ونشوف من الخط. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، من هي؟ ألو، تفضلي انتي على الهواء. أم فاطمة. أهلا وسهلا بك أم فاطمة. يا مواليد؟ مواليد 1982 85. اوكي ام فاطمة، انت من مواليد برج الاسد، ارقامك 1 و5 و6، شنو سؤالك بالتحديد حتى اقدر اجاوبك على اكثر اسئله ببالك؟ يعني ابدا اعرف الطالع مال هالسنه يعني. زين، طبعا الطالع هي الكلمه احنا ناخذها على انه ساعه الولاده، بس اللي انت دا تقولي التوقعات مو طالع. المهم هذه السنة إليك أنت إيجابية، يعني خلال النص الأول من السنة طبيعي حيكون يعني ما تكون فد أشياء قوية ولا بنفس الوقت أشياء تعطل عليكم. النص الثاني من السنة بالتحديد من 15/7 وصاعدا آنذاك حتبدي عندكم، تستمر لمدة سنة تقريبا، حتبدي عندكم أحلى سنة تقريبا من كل يعني من 12 سنة، هذه ما تتكرر إلا كل 12 سنة، حتكون سنة حظ في شتى مجالات الحياة. على سبيل المثال اذا كان على علاقه، يعني على سبيل المثال اذا كان على صعيد العلاقه الزوجيه او العمل او شراء بيت او سفر او اي شيء كان صعب تحقيقه بالسنوات الماضيه،
من 15/7 مثل ما ذكرتك حتبدي عندك فتره تستمر لحد تقريبا تاريخ عيد ميلادك بعد من عام 2015، فحاولي ان تستغليها. زين، عندي سنه ثانيه ما يخالف خليها. تفضلي. 1989. نعم. 29/4 يعني بشوف يعني حالة زوجية يعني الزواج. زين، هاي الساعة جاية؟ الصبح تقريبا 6/7. دقيقة واحدة. 29/4/89. تسعة وعشرين 1989. ايش قد تقريبا ام فاطمه بالضبط؟ بالستة او بالسبعه يعني الصبح. ستة سبعة خمسة خمس. زين، هاي اذا بالستة ونص ام فاطمه عندها زواج مبكر بنفس الوقت، لازم تكون حذرة في مجال الشراكة، يعني عندها تعطيل وبنفس الوقت عندها فرصة للزواج، يعني عندها شيء يعني تكون متناقضة توقعاتها، خلينا نقول يعني ما عندها فرص كثيرة للزواج، بنفس الوقت إذا صارت إن شاء الله لازم تكون حذرة جدا في علاقتها مع الطرف الثاني. أوكي. عندي 2001 2001 9/4 بس الناحية الدراسية. هذا عادي، هو وشطارته ما عنده شيء يساعد ولا اكو شيء عطل عليه. عندهم بشهر الثاني اكو تعطيل للدراسة، يعني اكو صعوبة في مجال الدراسة والسفر لكل مواليد الأبراج، يعني مو بس إله، بس على طول السنة لا ما عنده مشكلة إن شاء الله، لا تخافي طبيعي. زين، شكرا. اهلا وسهلا بكم فاطمة. ناخذ اتصال هاتفي آخر. الو الو. نعم ألو. نعم، مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف التي تضرب عن حضراتكم أسفل الشاشة ما هي لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا معنا مع أخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/أخبار الفلك باللغة العربية. ألو. ألو. نعم تفضل. بالعربي جد أنا ولادتي بالعربي 7 محرم، بس 30 سنة 1750. 7 محرم. بس دقيقة. إيه؟ بس دقيقة. ايه ايه انا 7 محرم 6/5 كذا قابله يعطونا بالتقليل 1/7. بس دقيقة، بس خلي يجيبوا لي التليفون يمي. طلع لي برج مالي. 7 محرم اي سنة؟ 52 ولا عمره 62 سنة طبعا. شكرا. 52. اسم الاسم الكريم؟ عباس الحاج. عباس علاوي عبد الخالق. اهلا وسهلا عباس الحاج. عباس علاوي. والنعم. دقيقه حجي. 7 محرم. اثنين وخمسين. حجي مواليد تصير انت بالميلادي 26/2/1952. ايه. اوكي، يعني من مواليد برج الحوت. برج الحوت. برج مالي. برج الحوت. شكرا استاذ، الله يخليك. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. يا هلا بك. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. مشاهدينا الكرام، ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه مميز لاستلام مشاركاتكم او تواصلوا معنا مع اخبار الفلك على الفيسبوك facebook.com/اخبار الفلك باللغه العربيه. احب ان انوه لكل مشاركي صفحه اخبار الفلك، اني دا احاول ارد على الرسائل ان شاء الله يعني عن قريب، حتى اخلص خلال هالاسبوع ان شاء الله حتكون كل الرسائل راد عليها، بس عندي مشكله انه من دا اجاوب على رسائل هوايه الفيسبوك ما يسمح انه ارد على هذه هيك كميه من الاسئله او من الرسائل،
فبالتالي بس ان شاء الله القي وقت احاول اجاوبكم خلال هالاسبوع الكل راح يوصل له السؤال ماله. وناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. نعم. الو. تفضلي. الو. تفضلي. الو. تفضلي اسمعك. نعم انت على الهواء. اسراء. اهلا وسهلا اسراء. يا مواليد 15/4/80. اوكي اسراتي من مواليد برج الحمل، ارقامك 1 و6 و9. شنو سؤالك بالتحديد اسراء؟ بس انا مولوده الساعه بالوحده ونص بالليل، طالع يكون على الاغلب الجدي او القوس. دقيقه عندنا 15/4/1900. القوس قريب من الدلو إسراء. أنت بس أسأل السؤال جاوبيني. انت من النوع الجادة اللي تشكين من مناطق اللي هي الركبة جلد الاسنان، او من النوع اللي الساق السفلى يعني منطقة الساق هي الاكثر تعب عندك؟ انا يعني اشكي اكثر شيء رجلي توجعني وراسي. اوكي رجلك يعني مو ركبة ولا الجلد ولا الاسنان؟ لا لا الراس والركبة. اوكي اوكي انت طالع الدلو برج الحمل وطالع الدلو. يعني انا دا اشوف اوضاعي تعبان هالايام يعني كلش زين صحتي يعني شلونها؟ من ناحيه صحيه انتبهي الى منطقه الراس الوجه الاسنان، هاي المناطق اكثر عرضه للاصابه على طول السنه. وضعك طبيعي ماكو شيء يدعو للقلق من ناحيه صحيه لمواليد برج الحمل. اذا اكو شيء فهذا الشيء عابر ان شاء الله، او مو هذاك الشيء اللي يدعو للقلق بصوره عامه. من ناحيه الاكثر شيء اللي دي تعب راح يكون ضاغط عليكم انتم مواليد برج الحمل هي شغلتين خلال السبع اشهر الاولى من السنه، هي وضع الشراكه خاصه المتزوجين. اما بالنسبه للعزاب قد يكونون يتعرضون لمشاكل مع الحبيب او الطرف الثاني، او بصوره عامه المشاكل يعني تكون تواجههم مشاكل مع الطرف الآخر إذا كان عاطفة يعني شريك عمل أو شراكة عاطفة. هذا الضغط راح يستمر لغاية نص الأول من السنة. الشيء الثاني اللي ضاغط على مواليد برج الحمل هو الوضع المالي. صار لكم سنتين وأكثر تقريبا أو سنتين تقريبا الوضع المالي، الفلوس بدها تجي بدها تجيكم بس عليكم نفقات أكثر من ما يدخل لكم، فبالتالي لا تتعرضون لضائقة مالية. هذا الضغط راح يبقى مستمر لغاية تقريبا نهاية شهر 10. الشيء الحلو خلال السنة هو عندكم أول شيء خلال النص الأول من العام عندكم مجال الأمور، العقارات، السكن، الأمور العائلة، هذه الأمور زينة. النص الثاني يكون عندكم يبتسم الحظ لمواليد برج الحمل في الناحيتين، الحظ العاطفي والمالي. بالنسبة للعزاب تكون عندهم فرص يعني أكثر من فرصة للارتباط، قد تؤدي واحدة من هذه الفرص للخطوبة أو زواج، أو بالنسبة للمتزوجين تكون عندهم فرصة كبيرة للدخول، يعني ممكن يرزقون بطفل يعني للنساء للدخول في الحمل اللي كان عندها صعوبة في هذا المجال. يعني عموما زينة، بس النص الأول من السنة شوي راح يكون صعب عليكم أنتم. زين أنا أكو تأخير يعني سبب أكو شيء بالزواج تأخير أو شيء؟ أنت لا ما عندك، بالعكس ما عندك مشكلة إن شاء الله. من الخارطة ما عندك مشكلة. أهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال هاتف آخر. ألو. ألو. نعم. ألو. ألو. نعم. ألو. نعم. ألو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. من وياي؟ رجعة التواصل. الاسم الكريم؟ اسم اسم حضرتك؟ اذا امكن شوي ابتعدي مدى اسمع الصوت هوسه منك شويه. نعم مدى اسمعك.
مكرار وياكم كرار. أهلا وسهلا مكرار. إيش قد مواليد مكرار؟